تفسير لموقف الزمالك وشكله، ليه بيحصل كده؟ ليه فريرا نفسه بيمشي على سطر ويسيب سطر، اللعيبه نفسها بتمشي على سطر وتسيب انا سطر؟ شايف فريرا بعد ما بعد انت ما قلت له بالسلامه وتفضل يمشي ورجعته تاني، انا ازاي اثق يعني؟ ازاي ادي اللي عندي انا؟ وهو كمان يوافق انه يرجع لوحده؟ ما هو وافق عشان الشرط الجزائي يعني، انت ليك فلوس مش هتاخدها، تعال ارجع عشان تاخد فلوسك. هل ده منطق؟ انا اشتغل ازاي وانا كاداره كنادي؟ ازاي اثق في واحد انا مشيته واثق بعد كده انه هيديني كل اللي عنده يعني؟ انا ولا اللعيبه كمان اللي حاسه انه ده واقف عليه، بقول له لو ما كسبتش الترجي هتمشي، لو ما كسبتش مش عارف ايه هتمشي يعني. في وضعيه غير مستقره، في حاله يعني ما بتحصلش يعني، انا لاول مره ممكن اشوفها في العالم يعني. انت مدرب مش مقتنع بيه وافقدته ثقته في نفسه وافقدته ثقه اللعيبه فيه، ازاي هم هيحترموه ويطيعوه وينفذوا اوامره وهم عارفين ان هو بكره اول واحد ماشي؟ يعني انا مش يعني لغز محير، وفي نفس الوقت هو متخبط. هل ده فريرا بتاع السنه اللي فاتت؟ هل ده اللي هو خد الدوري؟ هل ده اللي هو اللي كان بيتقال عليه البروف اللي هو بروفيسور يعني يقدر يعمل كل اللي اتعلمه منه؟ ده اللي احنا بنشوفه؟ ده ماتش انبي ده فضيحه. انت عملت ماتش هاي فنيا قدام الترجي، هل تقدر تلعب بنفس الاسلوب ده مع شباب بلوزداد في الجزائر؟ لو عملت ده انا شايف ان هو طبعا زي ما قلنا فرصته انك انت الماتشين يصعدوك بعكس الاهلي. الاهلي ينتظر نتيجه الصن داونز والهلال، صحيح، لكن انت اثبت لي، اديني علامه، اديني اماره. وفي نفس الوقت التسريبات اللي طالعه كل يوم بالنسبه ده لإيه؟ اخر ماتش ليه مع شباب بلوزداد؟ لا اللعيبه يعني الكلام ده صدى عند اللعيبه وعند طب الجديد. انت كنت حضرتك بتتكلم على الصفقات الجديده، طب اللعيبه العاديه اللي موجودين برضه تفسيرك بالنسبه لهم ايه؟ يعني اللي هم موجودين لاعبين زي اللعيبه زي زيزو، زي اللعيبه زي اللي موجوده، اللعيبه الاساسيه اللي هي مش الصفقات الجديده، تفسيرك ايه ليه مستواهم كده؟ هو المستوى يعني انت لما تشوف نادي الزمالك وفريق الزمالك من ماتش اسوان تحس حاله مش التراجع، ده انهيار، مش انهيار سريع، مش ممكن يعني. الكلام ده ممكن يحصل عندك دروب في ماتش، لكن بترجع تقدر تلم نفسك تاني وتلم الفرقه وتنزل، لكن لا يعني الاهلي خسر قدام صن داونز ممكن يفوق ويرجع يعني، حصل له دروب في ماتش، لكن مش هتحصل عنده ومش انهيار كبير كده مش بالحاله اللي احنا شايفينها في الزمالك دي. لا ده يعني زي ما بيقولوا سبحه وفرطت. طيب يقدر يكسب الزمالك هناك؟ احنا قلنا الاهلي يقدر كل حاجه زي هي ما خسر هنا. بص هي يقدر يكسب، هي كره القدم يوم بيكون عندك توفيق يعني ربنا التوفيق برضه بيجي باسباب معينه طبعا. ما هي ممكن تخدمك انت، ممكن تسجل هدف وتخدمك الكوره وتقدر تحافظ عليه وتدافع والدنيا، وعدم التوفيق عند الفرقه الثانيه وتخرج. لكن انا يعني انت لما ناخدها حسابيا بالمنطق، لا شباب بلوزداد فايق، غلبك هنا في مصر وهو دلوقتي متقدم يعني، لكن وكل شيء وارد في كره القدم. لكن انت كمان برضو ما تنساش انك انت ماتشك مع المريخ هيبقى فيصلي. بس لو كسبت يعني ما هوش هو عنده الترجي، ما هو شباب بلوزداد عنده ترجي. لا انا هقول انك انت مع المريخ، مع المريخ هيبقى داخل معاك في اللعبه برضه، صح؟ مش المباراه الاخيره ليك مع المريخ كزمالك يعني انت يرضى تقدر يعني الزمالك بالحاله الوضع اللي هو فيه ده يقدر يكسب؟ هسيبك من شباب بلوزداد، هتقدر تكسب المريخ هنا بالوضع ده في القاهره؟ يا ما تضمنش يعني، لا طبعا. فريق